إذا ممكن تقال. اليوم التهمي العنوان العريض هو محاولة إحراق قصر العدل. الشباب اثنيناتهم ويليام وبيتر قالوا لنا نحن ما حرقنا قصر العدل، نحن كنا عم نحرق قدام البوابة. يعني اليوم كيف فايتين إذا بنقول بهالتهمة أو هيدا العنوان إلى داخل التحقيق؟ نحن بالنسبة لنا بتدخل بالقانون ضمن موضوع عمل الشغب يلي بتصير بالمظاهرات. لا ما في شيء خصه ابدا لا بحرق العدليه ولا بمحاوله حرق العدليه. نحن عم نطالب بعداله، عم نطالب بقرار ظني بالقضاء اللبناني اللي بدنا اياه قوي ومنوثق فيه. بنروح نحرق العدليه؟ اكيد لا. يعني فرق بالنيه، النيه الجرميه بهذا الفعل اللي هن مدعيين فيه غير متوافره. يعني نحن رايحين مفروض على حرق دوليب، دقوا هاو دوليب ببوابه العدليه، بعتقد هيدا حجمه، ما لازم تروح اكثر من هيك. اوكي عم تقلي هيدا حجمه، ولكن متوقعين يعني الجميع انه يصير مثل المره الماضيه ان شاء الله، لا انه يضطروا انه يبيتوا ليله كامله داخل يعني المخفر تيضل التحقيق تيرجع يتم اطلاق صراحه. نحن مع هاي المنظومه متوقعين كل شيء صرنا، يعني بدل ما نكون عم نركز على القرار الظني امبارح عرفنا انه تعين قاضي لا يحقق مع القاضي بيطار وموضوع الملف الرئيس عويدات انه يحلوا هيدي المشكله. هيدي المشكله صار لها 3 4 اشهر لليوم ما انحلت. يعني صرنا عم ننبسط بالتفصيل الصغير انه يا انبسطنا كتير انه اتحرك شوي الملف، بالوقت لازم نكون بالمجلس العدلي نحن عم نحضر جلسات وناطرين الحكم النهائي مش لقرار ظني. بعد ما وصلنا على القرار الظني وبعتقد عم بيعملوا كل شيء تما يوصلونا على القرار الظني، طلبات رد ولا طلبات رد، اختراعات قانونيه على طول، منزيح عن القانون شوي كرمال لنقدر ناخر. بعتقد هيدي هي النيه بس مش اكثر ولا اقل، وعم بيلهونا بهذا الموضوع بالوقت اللي الحقيقه موجوده بالعدليه جوا. صحيح، معقول اليوم يعني تنقضي بامضاء تعهد مثل المرات السابقه؟ ان شاء الله يكون التعهد خاصه بموضوع دوليب على البوابه. مش تعهد انه ما بيجوا على العدليه وما بيتظاهروا على العدليه، هي العدليه لكل، حق التظاهر منصوص عنه بالدستور، منصوص عنه بالقوانين كلها، قوانين دوليه بتحمي حق التظاهر، رح نكفي بهذا الموضوع، لهيلي رح يكفوا الضغط يلي عم بيعملوه بموضوع المرفق وما رح يستسلموا اكيد. يعني هون بفهم منك انه اذا في حال كان التعهد خاصه بانه ممنوع يروحوا امام العدليه رح ترفضوا انه يتم توقيع هيدا التعهد؟ بعتقد الشباب ما رح يقبلوا انه خلص ينسوا الملف، لانه هيدي بيكون عن جد عم ينسوا الملف، وين بيروحوا بيتظاهروا؟ اذا بيوقفوا بساحه الشهداء طبيعي بده يتظاهروا على مدخل العدليه. يعني اما بالنسبه لموضوع السلميه او غير السلميه هذا الشيء من قرره جوا.